بالبداية دينا سكاي فكرة بلشت سنة 2006 في بلجيكا وانتشرت إلى حوالي 54 دولة حول العالم، ونحن جبناها على دبي في 2017 إيفنت نمبر 1. ونظرا للنجاح الكبير اللي حققته فكره دينر ذا سكاي في الامارات، قررنا انه نعمل دينر ذا سكاي سيزون 2. وان شاء الله بعد الافكار وبعد الصدى الايجابي موجود، فبالتالي نحن مكملين في دينر ذا سكاي في موسم ثالث ورابع وخامس ان شاء الله. البوكينج سيستم طبعا مفتوح للجميع، ممكن اي حد يحجز. في عندنا لانش وعندنا افترنون تي وعندنا دينر، فبنحاول نلبي رغبات اكبر عدد من الناس في بخصوص الاكل. والمطعم مثل ما شفتوا هو بوسع 22 شخص، بيرتفع حوالي 50 متر عن سطح الارض.